السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، إن شاء الله اليوم راح نراجع محاضرتي الـ MPI والفريد اللي هي داخلة في امتحان الميد إكزام للكورس الأول عام 2020-2021. إن شاء الله اليوم راح ناخذ أهم الأمور اللي تحتاج لها توضيح خلال هاي المحاضرتين إن شاء الله. راح نفوت على النقاط المهمة، سوي لكم مراجعة سريعة حتى تتهيئون إلى الامتحان اللي هو عبارة عن هاي المحاضرتين فقط. إحنا ذكرنا سابقا إنه الميد إكزام ما راح ندخل ضمن البرمجة، راح تكون الأسئلة هي عبارة عن MCQ، أسئلة وإجابتها تكون يا أما خيارات أو true false أو check box اللي تكون على شكل مربعات، هذا معناه احتمال تتحمل الإجابة خيار واحد صحيح على الأقل، يعني ممكن كلها تكون صحيحة، ممكن واحد، ممكن اثنين من التشيك بوكس. إن شاء الله راح أسوي لكم مثال عن طريق جوجل فورم وأنزلكم إياه إن شاء الله على الكلاس حتى تجربون الخيارات اللي متوفرة. رح اليوم نبدي بالـ MPI، كون الـ MPI شوي بها تفاصيل أكثر من الـ Thread Programming. الـ MPI إحنا طبعاً رح نستدعي MPI.h، هذا هو الهيدر فايل الخاص في الـ MPI، يحتوي على البروتوتايب، الـ MPI functions، المايكرو ديفينيشنز والتايب ديفينيشنز وهكذا. يعني أنا ما أقدر أستخدم MPI functions، أي وحدة من عندها ما أقدر أستخدمها إذا ما أستخدم أو أستدعي الـ MPI.h، مثل الـ MPI initial والـ MPI finalize، send or receive إلى آخره. طبعاً إحنا أخذنا بالمحاضرات السابقة إنه structure الخاص بالـ MPI يبدأ بالـ MPI initial وينتهي بالـ MPI finalize. أي شيء قبل MPI initial لا يستدعى، أي شيء بعد MPI finalize لا يستدعى. هذا يطبق ضمن نظام distributed system أو اللي يستخدم الـ MPI function، يعني الـ MPI تشتغل على distributed system مثل ما ذكرنا سابقا. طبعاً هنا أنا من أني أبدي أول شيء أستدعي الـ MPI initial، راح أستخدم هاي الـ MPI initial لاستدعاء ثلاث شغلات مهمة. أولاً allocate storage for message buffer، يعني أنا أحدث storage خاصة للـ message buffer. الـ message عندي راح تنزل في مكان معين من الميموري، ويتم تحديد address خاص بهذا المكان حتى تتواصل عن طريق الدوال الخاصة بالـ MPI. ثاني شيء decide which process gets which rank. الرانك هنا عندي هو number، integer number، unique integer number، unique integer number خاص بعدد البروسيسز اللي أنا راح أستخدمها خلال التنفيذ مال البرنامج. طبعا احنا راح يكون عندي اني رقمين اللي هو الرانك والسايز. السايز هو الحجم يكون ثابت خلال البرنامج، والرانك اللي هو يكون متغير خلال البرنامج، يعني ممكن ان يكون قابل للتغير. واخر شيء ديفاين ا جلوبال كوميونيكيتور. الكوميونيكيتور هو الوسيله حتى اني اتواصل عبر الديستريبيوتد سيستم، يعني اني ما اقدر انفذ ام بي اي سيستم أو MPI function اسمها calling إذا ما أستدعي أو أستخدم الكوميونيكيتر اللي هو راح يضمن لي، أو واحد من الأشياء اللي تضمن لي وصول الرسالة ومعلومات الرسالة إلى الطرف الآخر. طبعا أنا نبهت عليكم 100 مرة أنه الـ MPI initial ما أقدر أستدعي قبلها، والـ MPI finalize ما أقدر أستدعي بعد. أي شيء يخص الـ MPI يصير بين الـ Initial والـ Finalize. الـ MPI Initial تحتوي 2 arguments اللي هي argc underscore p و argv underscore p، واللي هي pointers خاصة بي حتى أني أستدعي
أو أستدعي المعلومات المطلوبة ضمن الدوال اللي عندي. طبعا هاي البوينترز هي خاصة بالارك سي والارك في اللي هما المين مين ارجمنت بوينتر او الارجمنت الخاصة بالمين بالمين. اذا اني ما استخدم التو ارجمنت ارك سي وارك في اني راح اضع قيمتها نل، اضع قيمتها نل خلال البرنامج. واحنا معظم الارجمنت اللي دا نستخدمها بالبرمجة هي نول، لانه انا دا اتعامل ويا نقل رسائل، يعني رسائل بها سترينج، وما راح احتاج فد متغيرات معينة، فهاي دائما تكون عندي نول الا اذا تعاملت ويا variable فهذه راح تتغير واحتاج يعني اخذ من عندها قيم وارسل لها قيم حتى تنطيني الاوتبوت المعين. طبعا الـ MPI Initial ترجع لي Integer Error Code. MPI Initial دائما ترجع لي Integer Error Code. دائما أنا أسوي Ignore هاي الـ Error Code، أعتبرها Ignore يعني أهملها. طبعا بعد استدعاء MPI Finalize إحنا ننهي عمل الـ MPI. أي Resources محجوزة للـ MPI رح تصير Free، يعني رح أحرر الـ Resource. فإذا مثلا يعني يجيكم مثلا سؤال شو وقت الـ MPI system free resource، أو شو وقت أني حصل free resource من استخدم الـ MPI system، احنا دائما راح نخلي بالنا انه هو بعد الـ MPI finalize. الـ MPI finalize مجرد MPI finalize بين قوسين void، هذا هو structure مالته. احنا قلنا انه structureات مال جميع الفانكشنز الخاصة بالMPI والفريد هي structures مهمة. طبعا الoutline of MPI program، هذا هو الoutline الخاص بالMPI program. انا راح ابدي استدعي المين اللي هي بيها argc وargv، واي شيء هنا بين القوس والMPI initial ما راح أقدر أستخدمه بالـ MPI system. أي شيء بعد الـ MPI finalize ما أقدر أستخدمه. دائماً الشغل مالتي راح يكون بين الـ initial والـ finalize. وهاي اللي هنا اللي تشوفها للثلاث نقاط هي راح تكون عبارة عن send و receive ولوبات وطباعة تخص البرنامج اللي إحنا نريد نبرمجه. فدائماً بين الـ initial والـ finalize تكون الـ باقي الدوال هي اللي تشتغل. طبعا ليس من الضروري انه اني استدعي الانيشال والفاينلايز بالمين، يعني مو ضمن المين اخليها، ممكن تكون منفصله يعني بعد المين. بالنسبه للكوميونيكيتورز، الكوميونيكيتورز اللي هي متمثله بالكوم سايز والكوم رانك، هاي الاثنين هي تمثل الكوميونيكيتورز، تمثل لي قيم القيمة الخاصة بالرانك الحالي والقيمة الخاصة بجميع البي اللي أنا عندي بالبرنامج. مثلا أنا دا أتعامل ويا ثلاثة بروسيسرز فالسايز حيكون هو ثلاثة، فالكوم رانك يبدي رينج من الصفر إلى الاثنين. الكوميونيكيتورز هي عبارة عن كولكشن مال بروسيسز اللي تقدر تسوي send للمسج، يعني وحدة تدز للأخرى الرسائل. فأني بالcommunicators أني راح أدز الرسائل، هاي كلش مهمة. مو بس طبعاً الcommunicator هو اللي يحكم لي إرسال الرسالة لا واستلامها، لكن الcommunicator والdestination والtag هاي الثلاث متغيرات بالMPI system هي اللي تحكم لي وصول الرسالة وإرسالها واستلامها. طبعا واحدة من فوائد الـ MPI Initial احنا مثل ما ذكرنا سابقا انه هي تعرف الكوميونيكيتر اللي هي تسوي يعني تبدي الـ processes وتحدد اي من الـ processes هو اللي راح يستلم وراح تروح له الرسالة.
طبعاً الـ MPI Comword هو هذا يسموه الـ Global Communicator اللي نقدر نشوف الـ Syntax مالته هنا MPI Com Size بـ Com وبـ Com Size SZ underscore P وعندي الـ Com Rank اللي هو الـ Com والـ My Rank underscore P. هذا هو التعريف الخاص بالـ MPI Comword. طبعاً الـ Com Size يرجع لي Number of Processes in the communicator، والرانك يرجع لي الـ calling processes rank in the communicator. اوكي، الـ communicator احنا قلنا بالـ com size والـ com rank، هذا مجرد توضيح تعريفي لكم حتى تعرفون شنو فائدة الـ size والـ rank. نجي على الـ MPI send. الـ MPI send مثل ما تشوفون هي الدالة الرئيسية لإرسال الرسالة الخاصة بالـ MPI system. تحتوي على 6 متغيرات اللي هي مذكورة أمامكم، راح نشرحها بالتفصيل. طبعاً هنا أنا عندي 6 متغيرات، كل متغير مسؤول عن شغلة معينة. إذا نطلع الـ MPI send اللي هو الـ MPI send syntax الخاص بالرسالة، راح نلقي به 6 متغيرات. أول 3 اللي مأشرة بالأصفر هي محتويات الرسالة، وآخر 3 اللي مأشرتها بالأحمر هي تخص الـ destination اللي راح تروح إلى الرسالة. ليش destination؟ لأن أنا عندي send، بالsend أنا لازم عندي destination يحدد وجهة الرسالة. طبعا عندي التاج والديستنيشن والكوميونيكيتر هي ما تحدد وجهة الرسالة، منو اللي راح يستلم هاي الرسالة، والبفر والسايز والتايب هي اللي تحدد محتويات الرسالة. احنا بالمحاضرات شارحين الـ MPI send والreceive، تقدرون ترجعون لها للمحاضرات اللي مشروحة سابقا وتشيكون اليوم محاضرة مجرد مراجعة سريعة لكم حتى تقدرون تجتازون الامتحان إن شاء الله وبتفوق. نجي على الـ MPI Receive. الـ MPI Receive هي دالة خاصة بالـ MPI تخص استلام الرسالة. إحنا قلنا مثل الـ MPI Send أول 3 هي محتويات الرسالة، هي البفر والسايز والتايب، وآخر 3 هي السورس والتاج والكوميونيكيتر. طبعا بالريسيف هناك بالسند عندي الديستنيشن اللي هو الواجهه، بالريسيف عندي السورس. من تتساوى قيمه السورس والديستنيشن انا عرفت انه الرساله مالتي توجهت توجه صحيح وارسلت الى البروسيسر اللي انا وجهت اليه الرساله. طبعا اضافه الى التاج والكوميونيكيتر لازم ايضا تكون قيمها متشابهه. بالنسبة للريسيف بيها حالة خاصة اللي هي الحالة الأخيرة واللي هي الستيتس بي. هاي الستيتس بي هي الحال، حالة الرسالة. دائما احنا حالة الرسالة يعني من توصل والرسالة صحيحة ناخذ نحصل قيمة الـ MPI status ignore، يعني نحصل قيمة ignore، يعني أنا عندي success إنه الرسالة وصلت بنجاح إلى الـ destination، فأسوي لها ignore، يعني ما أهتم الحالة للحالة اللي هي الـ status، يعني ما أهتم لها بهيجي حالة لأنه أنا أصلاً راح أهملها، كون أنه أنا أصلاً ما متعاملة ويا فد variables معينة أو ما محتاجتها حالياً. في حالة أنه أنا أحتاج الـ status لا أخلي قيمتها غير قيمة، وهي عادة integer error code، يعني ترجع لي الحالة إنه هي نجحت أو فشلت. طبعاً نجي إلى الـ performance. أني أي سيستم أني أتعامل وياه لازم أني أشوف الـ performance مالته. إحنا بالنسبة بالـ MPI استخدمنا 3 أنواع من الـ performance اللي هي taking timings اللي هي MPI W time اللي استخدمها بين الـ initial والـ finalize. الـ W time تنطيني وقت التنفيذ الخاص الفعلي بالـ MPI system. طبعاً تكلمنا أيضاً عن الـ speed up والـ efficiency واللي هي متغيرات 2 أو
performance evaluation، اثنين خاصه بالسيستم. وطبعا اكيد احنا اخذنا انه هي ممكن تكون لينير وهاي الحاله مستحيله، وممكن تكون نون لينير، واللي ينضاف لها الاوفر هيد اللي هو الوقت اللي ممكن اني استهلكه اثناء تنفيذ البرنامج، واللي يكون سببه ارتفاع درجه الحراره او مشكله بالهاردوير، مشكله بالسوفتوير. هاي هي مشاكل الاوفر هيد اللي ممكن تظهر لي، وهي هاي المشاكل الواقعيه اللي فعلا موجوده على ارض الواقع. طبعا احنا اخر موضوع اخذناه هو السكيلابيلتي، اللي هو السكيلابيلتي البرفورمانس. هذا اخر موضوع داخل بالام بي اي، يعني بامتحان الميد. السكيلابيلتي احنا اخذنا انه هي ممكن تكون سترونج وممكن تكون ويك. هاي السكيلابيلتي ايضا مشروحه ضمن المحاضرات بالتفصيل، انه اني اهم شيء لازم انه حجم المشكله كل ما يزيد واني احتاج اقيم الاداء مالتها، زين لازم حجم المشكله كل ما يزيد ما عندي يعني تبقى ثابته. يعني انا هسه مثلا عندي 3 بروسيسورز وعندي مشكله، اذا زادت حجم المشكله المفروض اني نفس الثلاثة بروسيسورز احل هاي المشكله، احاول انه يعني احافظ على البرنامج مالتي بحيث ما تصير زياده لازم بعدد البروسيسورات يلا اقدر احل المشكله. هذا يعني معناها البرنامج مالتي غير سكيلابل او نون سكيلابل. طبعا نجي هسه على المحاضره الثانيه اللي هي الثريد. احنا بالبدايه اخذنا الثريد والبروسيس. الثريد والبروسيس هي نفس الشيء، لكن البروسيس تكون هيفي ويت، الثريد يصير لايت ويت. وخليت لكم هاي المقارنه البسيطه اللي تمثل الثريد والبروسيس، لازم تقروها ورجعوا الى الشرح شوفوا شنو المذكور به. هذا الرسم يمثل عندي البروسيس اللي هي سنجل ثريد ممكن نعتبرها، والمالتي ثريد او ثريد سيستم. احنا نشوف انه هاي الثلاث اشياء ما يتشارك بها الثريد، اللي هي الستاك والكاونتر والريجستر. يتشارك ممكن بالميموري، وممكن ان يتشاركون حتى بنفس الريسورسز. يعني تو ثريد ممكن يشاركون نفس الريسورسز، وهذا الشيء هو خلاه يصير ويت لايت ويت بروسيس. طبعا الثريد هو عباره عن سيكونس اوف انستراكشن، اني ممكن اسوي لها اكسكيوشن وحده ورا الاخرى بسرعه فائقه بحيث ما احس بيها. ممكن استخدم تو ثريدز، ممكن استخدم مالتي ثريد. طبعا منا ظهر مفهوم ايضا عندي اللي هو المالتي تاسكينج، انه اني اقدر اسوي اكثر من تاسك ضمن نفس السيستم. لكن المالتي تاسكينج ظهرت به هواية اشكالات، كانت احيانا خاصة بأنظمة التشغيل سبب توقف او عطلات، او احنا مثل ما نسميها بالعامية صفنة، تصير بالنظام مال الويندوز. فلهذا قاموا يستخدمون الثريد. الثريد ممكن يسوي مالتي ران، يسوي اكثر من ثريد يشتغل بنفس الوقت، يستخدم نفس الريسورسز، يتشارك بالريسورسز. فما راح اصير عندي هاي الصفنات، او ما راح النظام يبدي يخربط اذا انا فتحت اكثر من شغله بنفس الوقت. طبعا اضافه الى انه انا ممكن اسوي اكثر من معالجه بالبروسيسر بنفس الوقت، وهاي هي كلش نقطه مهمه. يعني اني من استخدم الثريد حتى احسن البيرفورمانس اوف السوفتوير او البارالل سوفتوير، من استخدم البروسيسر مالتي كور انا راح احسن الهاردوير بارالل هاردوير. اوكي، هاي انتبهوا عليها النقطه. طبعا احنا بالمحاضرات السابقه اخذنا مفهوم الثريد. الثريد يشتغل على مبدا الفورك اند جوين. الفورك اند جوين هو انه اني ممكن اجزئ المشكله، اسوي لها فورك الى عده اجزاء، وثم اجمع هذه الاجزاء اللي اني جزئتها من خلال داله الجوين واطلع الريزلتس. ممكن طبعا اني استخدم الثريد بالمين بروجرام،
ممكن استخدمه داخل المين بروجرام. هذا يعتمد اذا كان هو سنجل ثريد او مالتي ثريد. طبعا الثريد والاتريبيوت هي مصطلحات تجي ممكن تشتغل سوا، اثنينها اوباك يونيك ايدنتيفاير بيها، اثنينها اوباك اوبجكت، يعني ممكن الاوتبوت مالتها يكون ان بريدكتبل، يعني اني ما اقدر اتنبأ بالاوتبوت مال الثريد. احيانا برامج الثريد حتى من نفذنا بالمختبر شفتوا انه صار مرات ايرور يطلع غير متوقع، ذلك كون انه الثريد من راح يبدي يستخدم شيرد ميموري راح يستخدم فد لوكيشن معين من الميموري، جائز يجي ثريد ثاني واضطر انه يكتب فوق هذا اللوكيشن، صارت عندي فاليو اوفر فاليو، راح يصير عندي قيمه ما متوقعه لان انا كنت حاجزه هذا اللوكيشن الهاي الفاليو، لكن من اجى هذا الثريد انا ما توقعت انه ممكن انه يكتب فوق اللوكيشن اللي انا حاجزته، صار عندي قيمه ان بريدكتبل، فصار عندي اوباك اوبجكت اللي هو الثريد. بالنسبه للاتريبيوت احنا نستخدمها ويا الثريد، احنا اخذنا شرح مفصل عنها. هاي الاتريبيوت هي من استخدم اني فد متغير احتاج استخدمه باكثر من ثريد اعرفه مره واحده كاتريبيوت اوبجكت حتى اقدر اتعامل وياه خلال البرنامج. مو معناها انه حياخذ نفس القيمه، لكن ممكن ان يكون نفس التعريف. طبعا انا يعني ممكن استخدم الاتريبيوت فاليو، ممكن ايضا استخدمها كنال فاليو اذا انا ما احتاجها خلال البرنامج، ممكن اعرفها ممكن ما اعرفها حسب نوع المشكله اللي عندي. واحنا اخذنا مثال اللي هو استدعينا تو ثريدز اللي كانت ثريد يسوي الفاكتوريال اوبريشن وثريد يسوي الفابونيتشي اوبريشن. طبعا احنا عندنا الستارت روتين، الستارت روتين هي الداله اللي اني راح انفذ الثريد خلالها. هاي الستارت روتين ممكن تطبع نصوص، ممكن تطبع لي values، لكن أنا لازم أسوي لها passing للباراميتر إذا عندي values أتعامل وياها، وممكن أستخدم أيضا الاتريبيوت وياها. الارجومنت هو فد argument ممكن أني أسوي لها pass للstart routine وأعبر لها بعض values. طبعا ممكن أني أستخدمها كنال value وما احتاج انه ما احتاجها بالبرنامج، فخليها نول فاليو يعني ما احتاجها بالبرنامج. طبعا احنا البي ثريد اكزيت احنا هذا يمكن قليل استخدمناه خلال البرمجه. هذا الثريد ثريد اكزيت اني مرات من اسوي جوين انهي عمل الثريد، وما راح يعني ممكن استدعي مره ثانيه نفس الثريد يسوي لي نفس الشغلة أو يسوي لي شغلة ثانية، استدعي أكثر من مرة وممكن أحط له جوين أكثر من مرة. يعني نفس الثريد ممكن استدعي مرتين ثلاثة بالبرنامج وأخذ من عنده قيم، لكن الإكزيت من استخدمه بعد الثريد راح أنهي عمل الثريد نهائي، يعني الثريد بعد ما يشتغل نهائي وما أحتاجه. إلى هنا إحنا أخذنا شرحنا الثريد كرييت. نجي على الثريد جوين. الثريد جوين بها تو أرجومنت اللي هي الاي دي أو الثريد هو نفسه اللي أنا استخدمته يعني بالكرييت، والستيتس اللي هي إنبوت بوينتر حتى أسوي لي بوينتر للعملية إذا هي سكسسفول أو لا. هاي يعني ورا ما استدعي الجوين راح يصير ترمينيت للثريد. زين اني هسه من اسالكم سؤال انه اني اذا الثريد استدعيته سويت له كرييت وسويت له يعني كرييت اللي هو نفسها الفورك او عمليه الفورك انه اني اسوي اكثر من ثريد، وبعدين اخر شيء استدعيت الجوين ونهيت عمل الثريد، ها هي انتهى عمل الثريد. ممكن استدعي مرتين لخ؟ اي ممكن استدعي مرتين لخ، وممكن ايضا انهي مره ثانيه الى ان اسوي للترمينيت نهائي باستدعاء الاكزيت. وهاي شغله ممكن احنا ما مرينا عليها لان المفروض كان اخذها بالمختبر، لكن هسه صار الامتحان المد
فتوقفت المحاضرات. يعني إن شاء الله هم أسوي لكم حول فيديوهات يعني شوي توضيحية أكثر على هذا الموضوع. إلى هنا طلاب، إحنا كملنا المراجعة مع امتحان الميد. هاي lecture notes اللي هي ملخص المحاضرات، هاي كلش تفيدكم، إذا قريتوها راح تستفادوا من المعلومات اللي بيها، كلش مفيدة ومهمة، إضافة إلى المحاضرتين اللي عندكم اللي هي lecture 3 والlecture 4 اللي خاصة بالshared memory والdistributed memory. إذا قريتوها إلى وين ما إحنا حددنا إن شاء الله راح تجاوبون بالامتحان، وأتمنى لكم الموفقية، وأي سؤال عندكم إن شاء الله نتواصل عبر الصف الإلكتروني. تحياتي لكم طلاب.